معانا ونسأل بقى الشيف ذكرياتك ايه يا شيف في اول يوم مدرسة؟ هو انا انصدمت اول يوم، اتصدمت انصدمت اول يوم، صدمة جت لي صدمة والله. امي الله يرحمها ومن دخلتني ساعتها وانت المدرسة. مصدوم. لا 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 جالي موجوع. ماشي، بص يا ستي، اتصدمت ازاي بس؟ صدمت ازاي؟ امي دخلتني المدرسة وفرحان بقى بالكوتشي واللي بتاع الكاوتش، مش الكوتش، الكاوتش الكاكي ده، والمريالة والبنطلون والمخلة، والدنيا حلوة. ودخلت المدرسة وجوهم في الطابور طلعوني عشان انا ناقص شهرين. ناقص شهرين في العمر؟ في العمر ناقص شهرين، كانت المدارس بيحبكوها قوي. ناقص شهرين كنت على داخل المدرسة بدري. بدري شهرين. فخرجوني وانا ما اعرفش، قعدت اعيط قدام باب المدرسة. يا عيني. نبيل بكر، عيط عيط بجد من قلبي. وكانوا مشوا. مين جه معاك وصلك؟ حلو قوي، خالتة انصاف دي صاحبة امي. الله يمسيها بالخير، الله يرحمها لو كانت ماتت. هي اللي وصلتك؟ خدتني ودتني الحضانة، الحضانة جنب المدرسة. يعني فانا انصدمت لما رحت الحضانة. أنا كبير والعيال صغيرة في الحضانة. فاهم ازاي؟ فبرضه قعدت أعيط. لا لا أنا تهت منك خالص. المدرسة؟ والله مركزة. فبتبدأ من ابتدائي مش زي دلوقتي كلاس. أنت أما عيطت واتصدمت ده كان فين؟ قدام المدرسة نبيل في بكر. المدرسة. في المدرسة. فخالتك انصاف خدتني ودتك حضانة. الحضانة اللي جنب المدرسة. يعني خلاص بقى عشان انت كنت بتعيط. عشان بعيط، خدي ولادها موجودين وولاد جيرانها وكل عشان يبقى اسمك رحت مكان رحت تاني. معاهم. ماشي. فلقيت العيال صغيره قعدت اعيط برضه. برضه؟ برضه قعدت اعيط. يعني عيطت في المدرسه وعيطت في الحضانه؟ والله العظيم انا بجد الحقيقه ديت الموضوع، انا انصدمت. لقيت العيال بقى صغيره قوي. صغيره بالظبط. قعدت تعيط. قعدت اعيط. وبعدين؟ ولحد ما خلصنا اليوم ورحنا، وبقيت جيت بقى السنه اللي عشان اخش المدرسه بقيت مصدوم منها. قعدت السنه دي في البيت. في البيت. خلاص. السنة اللي بعدها بقى بقيت مصدوم، اتقفلت ورحت مدرسة تانية اسمها الهداية. قفلت ورحت لسه الهداية. مصدوم؟ لا خلاص الحمد لله رحت الهداية. قعدت كام سنة بكرة. مصدوم بقى؟ كتير، كنت والله عندي عقدة كذا سنة. ومن الناس اللي خرجوني، خدي بالك، لأن أعرفهم كويس. يعني المدرسين اللي خرجوني بره وقفلوا الباب أعرفهم كويس. وفاكر أسمائهم؟ طبعا، الله يرحمهم بقى جميعا يا رب. آمين. طب شاف مين وصلك يوميها المدرسة؟ امي الله يرحمها، امي وإنت... دخلتني لا ولابس وانت بقى بتسيب والدتك الله يرحمها، عيطت بقى في لحظه الفراق دي؟ لا ما عيطتش، لان كان معايا كتير صحابي من الشارع، صحابي كتير من الشارع كانوا موجودين في الطابور، فانا دخلت وقفت في الطابور لما بداوا يجيبوا بقى الفايلات. انت كان عندك كام سنه؟ 7؟ يعني في حدود 6 و بس ما عيطتش، انت شجاع. لا ما عيطتش، بس انا عيطت لما خرجوني. كانت من 7 اعتقد. كانت من 7 اما خرجوني عيطت، عيطت جامد بحرقه يعني. ودناتها عندي عامله لي مشكله فتره. بس ازاي يخرجوك ويسيبوك وطنط انصاف تشوفك؟ ده بالصدفه يعني كده انصاف ده دخلت عبده الله يمسيه بالخير ودول الصحه ابنها. دخلته ومشيت جا متاخره. لما امي جاباني بدري. فاهم ازاي؟ وانا فرحان بقى بالكاوتش اللي انا لابسه والبنطلون واليونيفورم والمخله والحاجات دي كلها. بص انا تقريبا في اولى وثانيه حضانه ما رحتهمش خالص. انا ما رحتش حضانه. انا ما رحتش، بس انا كنت مشتركه في حضانه المدرسه، المفروض اخش كي جي 1 وكي جي 2، لكن غبتهم. انا كنت ما بحبش خالص انتظار التعليم من وانا صغيره، فكنت كل يوم اعيط ومش راضيه اروح، وكانوا بيودونيش ماما وبابا حسب رغبتي. قالوا خلاص ندخلها اولى ابتدائي على طول. هو ده اللي حصل. جت المدرسه بقى في اولى ابتدائي قالت لهم لا دي ما جاتش في حضانه، ده احنا لازم نعمل لها امتحان تيست نشوف جديد. هينفع تدخل ولا لا، لان هي ما جاتش ولا يوم في حضانه. لا بس تنفع، انت دخلت أيام... علم وادب. لا ما انا بقى جبت مدرسه، ماما جابت لي مدرسه الله يمسيها بالخير تساعدك. حبيبتي كنت احبها قوي. يعني عملت لي يعني ادتني بقى الحاجات اللي خدوها ريفريش كده. عملوا لي بقى الامتحان ودخلت. ودخلت وبرده كنت مش مبسوطه. انت عارف احنا ما كناش بنروح الحضانه ليه؟ لا احنا عاملين نفسنا كبار. لا لا انا كنت عايزه اقعد مع اخواتي. احنا طوال. لا انا عايزه اقعد مع اخواتي العب في البيت. انا اروح الحضانه اعمل ايه؟ احنا كنا بنبص للعيال بتوع الحضانه دول عيال صغيره. انا عندي اخوات بقى ما شاء الله، احنا 4، فانا عندي حضانه في البيت اللي يوديني اللي يوديني الحضانه تحت. طول عمري ما بحبش اروح على فكره، دي حاجه غريبه قوي. طيب رجعتينا للذكريات ورا. جميله جميله جميله. انا كانت مريالتي لونها لبني. لا مريالة كانت كلها تحتيها قميص. انت كان لبسك لونها غامق كاكي كده. كاكي كده اللون كاكي. اصفر مش فر ولا مخدر؟ مش فر، على بني خفيف كده. لا انا كنت لبني مريالة. لبني وتحتيها قميص. كانت جميله قوي. طيب تاني سؤال، اتفضلي. ايه اكتر المواد اللي كنت بتحبها والمواد اللي ما كنتش بتحبها؟ انا بحب التاريخ والجغرافيا جدا جدا جدا. الله عليك. ما كنتش بحب العربي والنحو.
العربي والنحو حتى وكان واخواتها والشله دي كلها، وارفع واكسر وبتاع، ايه ده وانصب. انا ماليش في النصب انا. لا 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 قول الحقيقه على الهواء. والله انا ماليش في النصب، انت مش عارفاني، انا اي حاجه ما اعرفش انصب فيها. بس ممرت العسل. عشان كده ما كنتش بحب العسل. ما كنتش بحب النحو خالص، كان واخواتها وحتى ازاي. انا كنت بحب كل المواد، بس لما جينا في اولى ثانوي اخذنا الفيزياء، كنت مستصعبها قوي. كانت الفيزياء بالنسبه لي دي عقده، ايه اللي هم بيقولوه ده؟ تقريبا كان يعني مش مشروحه لنا صح، او في حاجه كانت غلط. لكن كل المواد كنت بحبها الحمد لله. يمكن اصعبهم كان العربي، العربي صعب، اللغة العربية صعبة بتفاصيلها، بالنحو، بالبلاغة، هو النحو يا بوس، بالأناشيد، بالمنصوصات، كل الحاجات دي طبعا، والشعر كمان، تسيد الشعر، ونحفظ ونلقي والإلقاء. كان